رايكم حبايبي؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده واحوال طيبه. نهار جديد، فيديو جديد. جيت اليوم نقدم لكم حلوه بالفرماج كتجي هشيشه ورائعه وبمكونات سهله وموجوده في كل منزل. نخليكم مع الطريقه والمقادير. بركة الله نبقاو مع المقادير. عندنا نص بوطه ديال الزبده، عندنا نص كاس ديال الزيت، رويسه المعلقه ديال الخميره، معلقه كبيره ديال السكر كلاصي، وعندنا زوج فرماجات مثلثين، واحد ساشي فاني، وقبيصه الملحه، وزلافه ديال الطحين، حيت ديال الحلويات. كناخذوا الزبده ديالنا كنقطعوها طريفات صغار، ومن الاحسن تكون بدرجه حراره الغرفه باش ما تعذبناش. كنديروا قبيصه ديال الملحه كي كتشوفوا معايا، ومعلقه كبيره ديال السكر كلاصي، وما ننساوش ما كنكثروش السكر لانها غتعاود تفند في السكر كلاصي، الوغ ما نحتاجوش اننا نكثروا الحلاوه. هي كيجي داك القومه بين الفرماج مالح والسكر كلاصي، كيتهرس داك القومه بين الملح والحلو، كيعطي واحد المذاق رائع. وكنخدموا الزبده مزيان، وكي سبقت وذكرت ضروري تكون بدرجه حراره الغرفه باش ما تعذبكمش. بحال اللي عذبتني انا شويه، ما كانتش عندي، كانت عندي شويه بارده، الوغ شدات معايا شويه ديال الوقت. اما ملي كتكون بدرجه حراره الغرفه ممكن تخدموها غير بالطراب الكهربائي، هي والسكر والسنيده مزيان حتى كتطلق، وكنبقاو نزيدوها الزيت وحنا خدامين حتى كنوصلوا للطحين، عاد كنصغناو على الطراب الكهربائي، وكنبقاو غاديين على الطريقه هذه حتى كتذوب معنا الزبده ديالنا. كي كتشوفوا معايا كنبقاو غاديين على الطريقه هذه حتى كنحسوا بالمكونات نسجموا لينا. كنزيدوا واحد ساشي فاني وزوج حبات ديال الفرماج، وكنبقاو غاديين على هذه الطريقه حتى كنحسوا بداك الفاني والفرماج حتى هو نسجم لينا مع المكونات. ومن الاحسن كل ما كانت عندنا الزبده بدرجه حراره الغرفه كل ما كتجينا هذه العمليه سهله. ابخي كنزيدوا نص كاس ديال الزيت، وكنعاودو عاوتاني نخدموه مزيان مزيان، وكتبقى لنا اخر حاجه اللي هي الدقيق. كنديروا مع داك رويسه المعلقه ديال الخميره، وكنبقاو نزيدوا الدقيق ماشي دفعه واحده شويه بشويه حتى كيتجمع معنا العجين كامل، عاد كنوجدوا الطاوه ديالنا. فوالا كي كتشوفوا معايا من بعد ما وجد لي العجين ديالي كيجينا ما كيبقاش يتلصق لينا، وكيجينا على هذا الشكل هذا. كنديرو على شكل طولي، وكنحاولوا نقادوها بحال كنقادو كعب غزال ديك الطريقه، وكنحطوه في الطاوه ديالنا اللي كنكونوا مفرشين ليها بابي كويسون باش ما تلتصقش معنا. واللي بغات تجي كميه وفيره يضاعف المكونات، وكندخلوا الفرن على درجه حراره 160 مده ديال 20 دقيقه. ما كنخليوهاش تحمر لينا بزاف باش ما تقصحش لينا. وهانتوما معايا، سمحوا لي زربت لكم الفيديو من بعد ما طابت ليا. كي سبقت وذكرت ما نخليوهاش تحمر بزاف باش ما تقصحش لينا، كنفندوها مزيان 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 بسكر كلاصي بهذا الشكل. واللي وجدت لينا كنحطوها في الطبيصل ديالنا، وكنقدموها بهذه الطريقه هذه، وكتجي لذيذه وهشيشه ورائعه. وكنتمنى انكم تجربوها لانها جد سهله، وكتوجد لينا في وقت وجيز وبالصحه والراحه. الا كنتي اول مره كتشوف لا فيديو ديالي، ما تنساش الضغط على الزر لايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.